عودة الأخبار من بيروت اليوم، أهلا وسهلا بكم. إليكم أبرز عناوين اليوم. العاصفة المستمرة تحول الطرقات إلى مستنقعات، والمواطنون يحتجزون داخل سياراتهم، والمدارس تقفل في اليومين المقبلين. اللجنة الرباعية تؤكد بعد اجتماع مسائي في بكركي الاتفاق المبدئي على قانون اللقاء الأرثوذكسي والرفض التام لقانون الستين. الردود على خطاب الأسد تتواصل، وواشنطن تعتبر مبادرته للحل منفصلة عن الواقع وتجدد الدعوة إلى تنحيه. البابا يحذر من أنه لا يكون هناك منتصرون إذا استمر النزاع في سوريا، ومرسي يؤيد محاكمة الأسد أمام المحكمة الجنائية الدولية. كلينتون تستأنف نشاطها بعد شهر على غيابها بسبب الوعكة الصحية التي ألمت بها. بدء محاكمة 5 من المتهمين 6 باغتصاب الطالبة الهندية في نيودلهي. كأنها المرة الأولى التي تضرب فيها عاصفة طبيعية لبنان، كأنها المرة الأولى التي تهطل فيها الأمطار أو تتساقط الثلوج، ليتفاجأ المعنيون والمسؤولون المتلهون بكل شيء إلا بحياة المواطن بأن المياه غمرت الطرق من الشمال إلى الجنوب، ما أدى إلى انقطاعها وتحولها مرآبا كبيرا. وحدهم المواطنون لم يتفاجأوا، فعلقوا على الطرق أثناء توجههم إلى أعمالهم، ليضاف هم برك المياه إلى لائحة همومهم. وإلى جانب تشكل البرك والسيول، انهار عدد من جدران الدعم وسقطت لوحات إعلانية. وفي تدبير احترازي أصدرت وزارة التربية مذكرة قضت بإقفال المدارس يومي الثلاثاء والأربعاء في المناطق اللبنانية كافة. ومن عواصف الطبيعة إلى السياسة الداخلية، حيث عقد مساء الأحد لقاءان، الأول في عين التيني حيث زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس المجلس النيابي نبيه بري وعرضا الأوضاع العامة. أما اللقاء الثاني فكان في بكركي للجنة الرباعية التي اتفقت على رفض قانون الستين رفضا تاما. وبالنسبة لقانون اللقاء الأرثوذكسي، وفي ضوء طرح التيار الوطني الحر تأييد حلفائه بالمبدأ لهذا القانون، فذكر ممثلو حزبي القوات والكتائب أنهم منذ الأساس أيدوا طرح هذا القانون، وعليه سيصوتون عليه من دون تردد. البداية من أحوال الطرق التي غمرتها مياه الأمطار، وينضم إلينا الزميل حسين الخريس. حسين، كيف تبدو الطرقات في هذه الساعة؟ تفضل. نعم جاسيكا، نحن الآن موجودون عند الطريق المؤدية إلى زكريت، إلى ما تسمى المنطقة بزوق الخراب، وهي الطريق المحاذية لنهر الكلب. طبعا عدوى الأنهار يعني كانت قد انتشرت كما رأينا في الرسالات السالفة نهر بيروت، أيضا كان هناك نهر موازي لنهر بيروت، والآن هنا أيضا كما ترون بكاميرا الزميل فراس خليفي خلفي، فهناك الطريق التي تحولت إلى نهر يشبه النهر الأصلي، وكان هناك عدد من المواطنين الذين علقوا في سياراتهم بعد أن توقفت بالكامل من جراء وصول المياه إلى محركاتها. الدفاع المدني كان متواجدا هنا عند هذه النقطة وعند نقطة نفق نهر الكلب، حيث علق أحد المواطنين وسقط بالكامل في تلك البحيرة التي تشكلت من جراء هطول الأمطار الغزيرة، إلا أن الدفاع المدني كان قد وصل بعد نحو ربع ساعة وأنقذه. أيضا هنا يتواجد أفراد من شرطة بلدية زكريت الذين يعني ينشلون المواطنين العالقين. قوى الأمن الداخلي كان قد حذر مرارا وتكرارا من عدم سلوك بعض الطرق، إلا أن بعض المواطنين لم يمتثلوا لتلك الأوامر، ما زاد الطين بلة. إشارة إلى أنني أود أن ألفت النظر إلى أن هناك أما في منطقة الجي كما أفدنا كانت قد فقدت طفلها البالغ من العمر شهر ونصف الشهر في منطقة الجي، فقدته حين وصل الطوفان
إلى بيتها تقريبا. أيضا هناك خسائر في الماديات في منطقة صيدا وفي مناطق الناعمة، انهالت علينا الاتصالات من كل حدب وصوب، من الجنوب حتى أقصى الشمال، الطرق مقطوعة وتحولت الشوارع إلى بحيرات بالكامل. أيضا مناطق الضاحية الجنوبية ومناطق الأوزاعي والسنسيمون المحاذية للشواطئ البحرية في بيروت، أيضا يتم استعمال من قبل الدفاع المدني ما يسمى بالزودياك، وهو الزورق المطاطي، وهو أيضا يتم استعمال الزودياك الزورق المطاطي من قبل الدفاع المدني في بعض المناطق كالطريق البحرية قرب شركة الكهرباء في منطقة الزوق. الأضرار البشرية اقتصرت على فقدان هذا الطفل، والدفاع المدني لا يزال يبحث عن هذا الطفل حتى الساعة، إلا أنه ما من نتيجة حتى الساعة. طبعا نحن نأمل في أن يعود هذا الطفل إلى أحضان أمه بأسرع وقت ممكن، ونأمل أيضا بحسب ما تمنى علينا أفراد قوى الأمن الداخلي، أن نتمنى على المواطنين الامتثال للأوامر التي يعطونهم إياها، وذلك حفاظا على سلامتهم وتيسيرا للأمور. كما ذكرتم وذكرنا سالفا في الرسائل الأولى في هذا الصباح، ليس هناك أي إمكانية كما يجب أو على قدر المقام المحمود بالنسبة إلى استيعاب هذه الكوارث أو الأمطار حتى هذه الساعة. الأمطار غطت المناطق اللبنانية جميعا حتى هذه الساعة، والأضرار يعني كما ترون خلفي، والخوف كل الخوف أن تعود هذه العاصفة، لأنها ليلا بحسب معلومات الأرصاد الجوية فأنها ستعود أشد مما هي في هذه الأثناء. أيضا أشير إلى أنه ليلة البارحة كانت قاسية جدا، خصوصا في المناطق التي كنا قد بثينا منها مباشرة على الهواء، الكارنتينا وسوق السمك والمرفأ وضبي وغيرها من المناطق القريبة من الشواطئ البحرية. نعم جيسيكا. الزميل حسين خريس، شكرا لك على هذه الرسالة. العاصفة أدت إلى تشكل بحيرات وسيول على الطرقات، كما قضى مواطنان إثر حصول انزلاقات. تقرير بيرنا نعم شديد. ليل ورعد وبرد وريح، دنيا برا مجنوني. برك، مستنقعات، بحيرات، هكذا تحولت طرقات لبنان بفعل العاصفة التي حجزت المواطنين لساعات داخل سياراتهم. كما ترافق هطول الأمطار مع حدوث انهيارات على عدد من الطرقات الجبلية كما في جزين. طريق الكارنتينا، سوق السمك أقفلت بسبب ارتفاع منسوب المياه على الطريق، والمشهد بدا مضحكا مبكيا. عجقة رهيبة من تبرجة لا بيروت، يعني هيك سر هيك كتير عجقة زحمة وبرك ماي وتبهدل. رجعت لهون الطريق مسكرة كمان هون. برك ماي مش قادرين، ما بعرف شو بدي اعمل. الحال لم تكن افضل على مداخل العاصمه، ان على اوتوستراد الدوره الذي اخذ المواطنين رهينه، وان على طريق انطلياس. اما طريق زكريت فانغمرت بالكامل بعدما ارتفع منسوب النهر وخرج عن مساره، كما تسبب زحل جبل في اسفل بصاليم اول نهر الموت الى قطع طريق المتن السريع بالكامل. علقنا في بحيره على نهر الكلب، علوها حوالي 60 سنتي، انجا قدرنا قطعناها، وهلا كمان تفاجأنا بهيدي البحيرة الجديدة كمان، ما بعرف إذا فيها قطع أو لا، بس ما بتصور لها. إذا قطعت قطعت، ما قطعت منر، طرقات كلها طايف. وعلى طريق نهر الكلب عملت فرق الدفاع المدني على مساعدة المواطنين العالقين بداخل سياراتهم. وفي البقاع تكرر المشهد، إذ تشكلت السيول وفاضت أقنية التصريف كما في مرج عيون أيضا، حيث غمرت الأمطار المزروعات في الحقول. بتفقد شوف بس السيول كيف نازلة، لو عندنا زود بس هون كان بس فيها أرض زراعية عندنا هون زحل مرج عيون. اشتداد سرعة الرياح وارتفاع موج البحر أدى إلى توقف حركة الملاحة في سور وفي صيدا، جرفت المياه جزءا من جبل النفايات، كما جرفت السيول آلية عسكرية تابعة لمفرزة صيدا القضائية. العاصفة أدت إلى انهيار عدد من جدران الدعم، كما سقط عدد من اللوحات الإعلانية. وتزامن هطول الأمطار مع ورشة أشغال بالقرب من بلدية عبرين أدت إلى غرقها بالمياه ومعها المكتبة العامة. والأضرار لم تقتصر على الماديات، إذ قضى المواطن جوزيف أنطوان صفير مواليد 44 إثر انزلاق سيارة
سيارته بفعل السيول على طريق زحيمة المنصورية. كذلك قضى رضيع في إقليم الخروب بعدما غمرت المياه خياب العرب الرحل. تابع رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان منذ الصباح مع وزيري الأشغال العامة والداخلية وقائد الجيش أوضاع الأهالي وطرقات والتدابير المتخذة للحد من أضرار العاصفة ومساعدة المواطنين الذين لحقت بهم هذه الأضرار، داعيا الأجهزة التابعة لهذه الوزارات والأجهزة الأخرى إلى التعاون في مجال فتح الطرقات وإزالة العوائق وكذلك تقديم العون إلى المواطنين. والآن إلى آلين التي تطلعنا على تطور أحوال الطقس. الاعتماد اللبناني، مصرفك لكل الفصول. مرحبا. بحسب مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية عم يشهد لبنان عاصفة هي الأقوى مطريا من عشرات السنين. هالعاصفة الجاية لعنا من روسيا وبسبب قوة الأمطار يلي حملتها معها رح تسبب بفيضان عدد كبير من الأنهر، أولا نهر الليطانة بالجنوب يلي من الواجب اتخاذ كل التدابير لتفادي أكبر عدد ممكن من أضراره. هالأجواء رح تكفي عنا بالأيام الجاية ورح تقوى أكثر وأكثر. التلج رح ينزل على ارتفاعات منخفضة بتوصل نهار الأربعاء ل 600 متر وبتلامس ل 300 متر بفترة الليل والمناطق الساحلية بأقصى الشمال. اتجاه الرياح جنوبي غربي الحرارة على الساحل بتتراوح بين 13 وال 14 درجة، على الجبال بين 0 و 8 درجات، أما بالداخل فبتتراوح بين 6 وال 7 درجات. رطوبة عالية على الساحل، الهواء قوي بتتخطى سرعته 80 كيلومتر بالساعة ببعض الأوقات، البحر مائج والجو عاصف وممطر بغزارة مع تلج على ارتفاع 1000 متر بيوصل لارتفاعات أقل بالليل. لمحة سريعة عن طقس اليوم وثلاث أيام الجايين. اليوم الاثنين بتسجل حرارة 14 درجة بالنهار وطقسنا ممطر وعاصف والتلج بيوصل لل 1000 متر وبالليل بينزل أكثر. 13 درجة لنهار الثلاثة بتنخفض لل 9 درجات نهار الأربعاء، طقسنا مكمل ممطر وعاصف لنهار الخميس مع 11 درجة. قبل ما نختم نشرتنا منذكركم بضرورة الالتزام بالإرشادات الصادرة عن مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية طيلة أيام العاصفة. انتبهوا منيح على الطرقات وين ما كنتوا رايحين، جهزوا سياراتكم خاصة إذا كنتوا متوجهين صوب المناطق العالية، وتابعوا نشرتنا الجاية لتعرفوا كل أخبار الطقس دايما من الـ MTV. عشية اجتماع اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب عقد في مجلس النواب اجتماع تنسيقي بين نواب تكتل التغيير والإصلاح، كتلة التنمية والتحرير، كتلة الوفاء للمقاومة، وكتلة المردة، وكتلة الطشنق. إلى ذلك دعا البطريرك الماروني مارشارة بطرس الراعي أعضاءها إلى تجاوز قانون الستين والإسراع في إقرار قانون جديد، إضافة إلى التمهيد لعقد جلسة للهيئة العامة في المجلس النيابي في موعد قريب للتصويت على قانون جديد، لأن الوقت داهم والاستحقاق يقترب، وليتحمل نواب الأمة مسؤولية خياراتهم ومواقفهم أمام التاريخ والوطن وناخبيهم على حد تعبير الراعي. وكانت اللجنة عقدت اجتماعا مساء الأحد تم الاتفاق في خلاله بالإجماع على رفض قانون الستين رفضا تاما. أما بالنسبة لقانون اللقاء الأرثوذكسي فذكر ممثلو القوات والكتائب أنهم سيصوتون عليه من دون تردد، ولكن بعد الحصول على موافقة حلفاء التيار الوطني الحر عليه. في أي حال، حقيقة موقف الرابع عشر من آذار من اللقاء الأرثوذكسي تتابعونها مباشرة عبر مقابلة مع نائب جورج عدوان في النشرة المسائية عبر الـ MTV. والآن ينضم إلينا عبر الهاتف عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب ألا عون. سعادة نائب، يعني امبارح الدخان الأبيض فينا نقول أنه طلع من بكركي، هل سينسحب هذا الدخان الأبيض على بيروت بشكل عام بما فيها ساحة النجمة وغيرها؟ تفضل. هذا اللي متمنيه طبعا، ونحن امبارح حصلنا شوط على الأقل كقوة مسيحية لإعادة تأكيد شيء كان مفروض يكون مؤكد، وهو التزام الجميع بقانون اللقاء الأرثوذكسي اللي نحن قدمناه كاقتراح قانون كتكتل تغيير وإصلاح. وبعتقد إنه بتأمل إنه هالشيء ياخذ مساره للنهاية
عامة وتصحيح. تصحيحا لما قلتوه بالمقدمة، ما كان ابدا موافقة قالوا تلاقي مشروطة بأي أحد، لا بموقف حلفائنا ولا أنا أي موقف عن حلفائنا. سألونا عن الموضوع وعطينا وقلنا إنه بكرة كل فريق قاعد على طاولة اللجنة الفرعية من حلفائنا ومن حلفائه الموجود هو بيعبر عن موقفه مسبقا. فإذا الاتفاق ليس مشروطا بأي شيء، هناك بالتصويت على هذا القانون بتأمل إنه يضل عاد من لديه. إن شاء الله هذا القانون نحن اليوم معاكم نحاول هذا، ونتأمل انه كمان نعم. نعتذر منك استاذ ألان، يبدو انه في رداءة بالاتصال. بدي اشكرك جدا على هذه المعطيات. ردود الفعل مستمرة على كلمة الرئيس بشار الأسد، ويوتيوب يغلق صفحة خاصة للمرصد السوري لحقوق الإنسان للمرة الثانية. باستثناء إيران التي أعلنت دعم وتأييد خطة الرئيس السوري بشار الأسد، كانت معظم ردود الفعل على الكلمة التي أطلق خلالها مبادرته لحل الأزمة سلبية. الرئيس المصري محمد مرسي أكد أنه يدعم دعوة الشعب السوري لمحاكمة الأسد على جرائم الحرب التي ارتكبها، متوقعا سقوط النظام الحاكم في دمشق، وأكد أن الشعب السوري سيصل عندما يتوقف حمام الدم إلى مرحلة جديدة سيكون له خلالها برلمان مستقل وحكومة يختارها بنفسه. الخارجية الأمريكية علقت كذلك على كلمة الأسد بالقول إن الحل السياسي الذي اقترحه منفصل عن الواقع، مجددة الدعوة إلى تنحيه، واعتبرت أن الخطاب محاولة جديدة يقوم بها النظام للتمسك بالسلطة، والنتيجة الوحيدة ستكون استمرار القمع الدامي للشعب السوري. البابا بنديكتوس السادس عشر دعا إلى حوار بناء في سوريا، محذرا أمام أعضاء السلك الدبلوماسي من أنه لن يكون هناك منتصرون وإنما فقط خاسرون. في هذا الوقت واصلت القوات النظامية السورية قصف مناطق في ريف دمشق، ما تسبب بمقتل 5 أشخاص بينهم 4 من عائلة واحدة في بلدة كفر بطنة. وتعرضت مدينتا دوما ودريه في ريف دمشق للقصف من القوات النظاميه، وشهدت تعزيزات عسكريه مؤلفه من عدد من الاليات العسكريه وناقلات الجند متوجهه الى دريه التي تحاول القوات النظاميه السيطره عليها. على صعيد ثان، انتقد المرصد السوري لحقوق الانسان اقدام اداره موقع يوتيوب على اغلاق قناته الخاصه للمره الثانيه خلال شهرين بسبب اختلاف التفسير الخاص بقضايا تتعلق بنشر فيديوهات مثيره للجدل تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. اعتبر النائب وليد جنبلاط أن خطاب الرئيس السوري بشار الأسد جاء منفصلا تماما عن الواقع، وليعيد ما سبق وقاله في خطاباته الأولى. ورأى جنبلاط أن حالة الانفصام عن الواقع بلغت مرحلة متقدمة، إذ إن رزمة الخطوات التي تم اقتراحها وسميت مبادرة سياسية للخروج من الأزمة لا تعد كونها إعادة لما سبق أن نفذ بشكل مشوه في المرحلة الماضية. وشدد على أن الدستور الجديد والإصلاحات الشكلية والاستفتاء والانتخابات الوهمية كلها نفذت في السابق ولو فوق جثث أبناء الشعب السوري وفوق ركام المدن والقرى. وأضاف جنبلاط: يخطئ في لبنان من يظن أن الفرج في سوريا قريب وأنه يستطيع بذلك بناء حسابات سياسية للمرحلة المقبلة على هذا الأساس. بعد الإعلان صناعة لبنان في 2013. إلى الصفحة الاقتصادية مع زميلة جيسي تراد قسطون. هاي جيسي. هاي جيسيكا. مرحبا جيسي. مرحبا ماجد. شو وضع الاقتصاد مع الشتاء؟ يعني للأسف فعلا اليوم لما بتطلع أنا أنه لما بتشتت الدنيا بلبنان بيوقف لبنان كله، العالم على الطرقات بتنتظر ساعات، بتتعطل الأعمال، الخسائر الاقتصادية تقدر بملايين بالملايين بملايين الدولارات، بوقت نحن اليوم يعني أصلا عند اقتصاد متداعي ومتهاوي، عجلته واقفة على كل الحالة بالفعل، يعني إلى جانب معاناة المواطنين. والسؤال الأكبر يعني أنت حطيت أصبعك على جرح أنا كنت عم بعاني منه اليوم، إنه إلى متى هالتسيب بكل شيء.
تفضل. سؤال كتير كبير. تفضل. عموما وقبل العودة إلى الشأن اللبناني، اليوم عالميا والأبرز هو مواجهة مصر أزمة اقتصادية خانقة مع تراجع احتياطيات النقد الأجنبي والتراجع المستمر لسعر صرف الجنيه وارتفاع الفوائد على سندات الخزينة. المزيد حول التحديات الاقتصادية بمصر من تابعها بالتقرير التالي. واصل الجنيه المصري تراجعه ولو بحد أقل أمام الدولار ليخسر 0.5% مبارح، ويسجل مستوى 6.41 جنيه للدولار من 6.38 الخميس الماضي، بظل استمرار المركز المصري بطرح العملة الصعبة ضمن عطاءات يومية لتسجل إجمالي مبيعات المركز 360 مليون دولار، بوقت فقدت العملة أكثر من 4% من قيمتها مقابل الدولار من وقت بدء العمل بالنظام الجديد ب 30 كانون الأول، بهدف كبح تراجع احتياطيات النقد الأجنبي اللي أكد البنك أنها انخفضت إلى مستوى حرج. ومصر بتستعد للعودة بكرة للمحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض قيمته 4.8 مليار دولار مهم جدا لاقتصادها. وكان قام الرئيس المصري محمد مرسي باستبدال وزيري المال والداخلية بعد ما وعد بتعديل وزاري لتهدئة الغضب الشعبي بسبب الأزمة الاقتصادية. كما كشفت مصادر دبلوماسية أن مصر رح تحصل على تدفقات نقدية بتبلغ نحو مليار دولار من تركيا والولايات المتحدة بغرض المساهمة بدعم الاقتصاد المصري خلال الشهر الحالي، بوقت قدمت السعودية 4 مليار دولار لدعم مصر. وللمزيد حول واقع الاقتصاد المصري المتداعي بينضم لنا عبر الهاتف السيد سعد هجرس، رئيس تحرير جريدة العالم اليوم الاقتصادية. سيد هجرس، منرحب فيك ببيروت اليوم. هل فعلا أصبح الاقتصاد المصري على شفير الانهيار؟ لا، من الصعب أن نقول إنه الاقتصاد المصري على شفير الانهيار، إنما الاقتصاد المصري في أزمة عميقة وبدون تهوين توجد بعض العوامل الإيجابية التي يعني تبين أن الاقتصاد المصري قد أثبت قدرة على الصمود أكثر مما كان متوقعا، ولكن توجد عوامل أخرى تبعث على القلق الشديد، من ضمنها العجز المتزايد في الموازنة العامة للدولة والذي يصل إلى أكثر من 200 مليار جنيه، وما يترتب عليه من تخفيض للتصنيف الائتماني السيادي لمصر كما رأينا من مرتبة بي إلى بي سالب، وما يرتبط به كذلك من تزايد معدل البطالة، وما يرتبط به أيضا كذلك من سياسات رأيناها مؤخرا مثل تخفيض الجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية. علما بأن كل قرش واحد زيادة في سعر الدولار تساوي 100 مليون دولار في واردات مصر، وبالتالي هذا يبين انه لا ينبغي النظر باستخفاف الى. طب ما هي الايجابيات سيد هجرس؟ اين الايجابيات؟ انا لم اقل ايجابيات، قلت العوامل تبعث على قدر من الطمأنينة. ما هي؟ قدرة الاقتصاد المصري على الصمود هذه الفترة يعني أكثر مما كان متوقعا. نمرة اثنين، أنه مصر فيها سوق كبير جدا وفيها قوة عاملة كبيرة وفيها موارد متعددة، إذا أحسن التعامل معها يمكن القفز بالاقتصاد المصري وإعادة تأهيله بسرعة. هذه عوامل قوة كامنة. كيف ترى المرحلة المقبلة سيد هجرس اقتصاديا لمصر، أقلها على المدى القريب والمتوسط؟ يعني أرى أن هذه فترة تحتاج إلى أولا تتوقف حالة الاقتصاد المصري في المستوى القريب على عوامل سياسية بالمقام الأول، بمعنى أنه إذا لم يتم حل العقدة السياسية واستعادة الحد الأدنى من التوافق الوطني وتقليص حجم الانقسام الذي حدث في المجتمع المصري نتيجة الممارسات السابقة والتي وصلت إلى ذروتها في عملية الدستور كما رأينا، أعتقد الاقتصاد المصري سيكون في وضع أكثر خطورة. سيد سعد هجرس، إذا حدث العكس. نعم،
فستتحسن الرؤية. طبعا سيد سعد هجرس رئيس تحرير صحيفة العالم اليوم الاقتصادية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. من طبعا الأزمة الاقتصادية المصرية إلى الشأن المحلي الداخلي والأزمة الحالية اللي عم بعيشها لبنان، حيث كشف تقرير لوزارة الصناعة عن تراجع قيمة الصادرات الصناعية اللبنانية خلال أول 10 أشهر من 2012 11.5% ل 2 مليار و 444 مليون دولار من 2 مليار و 761 مليون دولار تحديدا بالفترة ذاتها من 2011. أما مجموع قيمة الواردات من الآلات والمعدات الصناعية بأول 10 أشهر من السنة الماضية فتراجع أيضا 11%. وعلى نظرة شاملة على أداء القطاع الصناعي اللبناني بينضم لنا عبر الهاتف رئيس جمعية الصناعيين السيد نعمة فريم. سيد فريم، مرحب فيك ببيروت اليوم. الله معكم. العام 2012 كان صعب على الصناعة اللبنانية بظل إغلاق الحدود مع سوريا أولا، ثم عنا الضائقة الاقتصادية الإقليمية والعالمية اللي أثرت على الإنفاق. كيف بتوصف لنا نشاط القطاع الصناعي اللبناني خلال 2012؟ أول شيء 2012 الحدود اللبنانية ما كانت مغلوقة مع سوريا. نحن اليوم فينا نعتبر أنه الطرقات ضلت سالكي لحديث اليوم، ولكن في أكلاف بالشحن، في أكلاف كبيرة أكثر مما كانت، لأنه قالوا كتير الشوفرية اللي عم يقطعوا الحدود خاصة عم بيروحوا على البلد العربية وين من جنسيات عربية، ما في إلا الجنسية السورية مبدئيا اللي عم تتنقل. هذا الشيء. هلأ 2012 كلها إذا بنطلع عليها صار في عنا تراجع كبير بالصادرات. هل في نسبة 2011. كانت 2011 شفنا تباطؤ في النمو في الصادرات، لأنه إحنا جايين من 2010 و2009 و2008 صادراتنا عم تزيد 25% بسبب السنة. نعم. بقى شفنا ب 2011 بلشت تتباطأ، بال 2012 نزلت عن 2011. بعد ما طلعوا الأرقام، نحن بتعرفي اليوم يعني مبدئيا بدنا شي 3 جماع لشهر ليطلعوا تذكير السنة بالوزارة، ولكن نتوقع حوالي 12-14% تراجع عن 2011. هل تعتبرها نسبة مقبولة؟ لا، يعني نسبة للوضع العام؟ لا، ما فينا نقول هيك، لأنه عندنا مشكلة داخلية في لبنان اللي أثرت على هذا الشيء، والمشكلة الأساسية نابعة من فقداننا للقدرة التنفسية. فقداننا للقدرة التنفسية هي اللي عم بتأثر مباشرة على رقم الصادرات. وشو بيأثر أكثر شيء على هالقدرة التنافسية؟ عندك أول موضوع كان انقطاع التيار الكهربائي. نعم. كان بدي أسألك عن البنى التحتية. هل خطوة مصرف لبنان ممكن يعني تعطي دعم لألكن، أم إنه القطاع الصناعي بحاجة لأكثر من تمويل؟ لا، نحن كتير ممنونين ومبسوطين، ومثل العادي كنا نتكل على طول على مشاريع وأفكار ومبادرات البنك المركزي. إذا بتشوفي النمو اللي صار بالصناعة بلبنان آخر 10 سنين، نعم، ما في شك أنه تأثر كتير بالقروض المدعومة من البنك المركزي للصناعة. نعم. وهذا اللي عم تشوفه كمان اليوم بسلسلة هالتدفق الجديد من القروض اللي بدها تدخل. هذا شيء ذكي، توظيف بمحله، ولكن للحقيقة الصناعة اللبناني مع هذا مع كل شيء صار بالفضلان والقدرة التنافسية كبر حجم سوق اللبناني. نعم. وقدر ينمى بقلب لبنان حوالي 8%، وشاهدنا نوع من استبدال للبضائع كانت تستورد على لبنان ببضائع لبنانية، وهذا شيء ملفت، وهذا شيء بدنا نطوره أكثر من 2013. لازم المستهلك اللبناني يستهلك بضائع لبنانية أكثر، هيك بيحافظ على النقد اللبناني. نعم. هلا البنى التحتية هي أكثر شيء عم تأثر بالقدرة التنافسية وعم ترجعنا لورا، على أمل أنه الحكومة تلتفت بالبنى التحتية لدعم مش بس الصناعة ولكن كافة القطاعات الإنتاجية اللبنانية. سيد نعمة فريم رئيس جمعية الصناعيين، بشكرك على مداخلتك. إقليميا بالسعودية، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية علي النعيمي أنه منطقة تبوك بما فيها المناطق البحرية الواقعة ضمن المياه الإقليمية للمملكة بتحمل دلائل ومؤشرات قوية وواضحة من حيث الاحتواء على كميات تجارية
من البترول والغاز الطبيعي، وتم اكتشاف الغاز أواخر العام الماضي ببئر بمياه البحر الأحمر، ورح يتم قريبا القيام بعملية حفر إضافية لتحديد مساحة هالبئر وحدودها، كما وبتقوم أرامكو السعودية بعملية حفر جديدة. نبقى بالسعودية، حيث أسست هيئة الطيران المدني شركة قابضة للطيران المدني تمهيدا لخصخصة المطارات وقطاع خدمات الملاحة الجوية. وبحسب صحيفة عقاظ، مطار الملك خالد الدولي وقطاع خدمات الملاحة الجوية رح تكون أول القطاعات اللي رح يتم تخصيصها، ومن ثم القطاعات الأخرى. بإيران، أقر وزير النفط رستم قاسمي أن صادرات النفط الإيرانية تراجعت بنسبة 40% خلال الأشهر التسعة الماضية بسبب العقوبات الغربية، لتتراجع بالتالي العائدات النفطية ب 45%، وتوقع استمرار التراجع الكبير بالفصل الأول من 2013. ولكن وبحسب تقديرات أوبك والوكالة الدولية للطاقة، صادرات النفط الإيرانية تراجعت بمعدل النصف بال 2012 لتستقر ما بين 1 و1.2 مليون برميل يوميا، ما أدى إلى تراجع الإنتاج 20% وإلى أقل من 3 ملايين برميل باليوم، وهو أدنى مستوى من الحرب الإيرانية العراقية بين 1988 و1980. أعلنت إدارة معلومات الطاقة لدى وزارة الطاقة الأمريكية أن إيرادات منظمة أوبك خلال 2012 بلغت رقم قياسي جديد لتعادل 1154 مليار دولار، أي بزيادة 128 مليار دولار عن إيراداتها للعام 2011. وأضافت بأنها بترجح استمرار ارتفاع إيرادات أوبك خلال 2013، حيث بتتوقع بلوغها 1117 مليار دولار. إشارة أن إيرادات المنظمة هي الأعلى من وقت نشأتها، أي من أكثر من 40 سنة، وهي بفضل ارتفاع سعر النفط وزيادة إنتاج أعضاء المنظمة وبشكل خاص المملكة العربية السعودية. عالميا، بتعتزم الحكومة اليابانية انفاق 12 تريليون ين، اي حوالي 136 مليار دولار، لدعم وتحفيز الاقتصاد. حوالي 5 الى 6 تريليون ين منها رح يتم توجيهها الى المشروعات العامة. والخطوة اللي صرح عنها رئيس الوزراء الياباني الجديد تشينزو ابي بتهدف لزيادة الانفاق لدعم تخلص البلد من حالة انكماش الاسعار اللي بتعيشها، بالتزامن مع ارتفاع حجم الدين اللي بلغ ضعف الناتج المحلي الاجمالي تقريبا. أوروبيا، بتخصص فرنسا ملياري يورو، أي 2.61 مليار دولار من ميزانية 2013 لتمويل برنامج خلق الوظائف اللي بتدعمه الدولة، بظل ارتفاع معدل البطالة لأعلى مستوى ب 15 سنة واستمراره بالصعود. والأموال لن تؤمن من خلال زيادة العجز أو الضرائب، ولكن من الميزانية القائمة. وبتكافح حكومة أولاند لوقف فقدان الوظائف الصناعية بوقت تقلص الانفاق العام، وطبعا بتزيد الضرائب للمساعدة على خفض الدين باقتصاد راكد. ننتقل إلى جولة الأسواق سريعا اليوم محليا ببيروت. تباين بأداء الأسهم، والأبرز الارتفاع القوي لسهم عودة جي دي آر ب 4.5%، وسهم بيمو ارتفع ب 3.3%. إلى الخليج، وشبه استقرار على المؤشرات الخليجية اليوم، والأبرز استمرار ارتفاع المؤشر القطري بدعم من أسهم قطاع الاتصالات، ويبدو أنه ما عم نقدر نشوف بهاللحظات المؤشرات أو انتباع. طبعا للمزيد حول الأسواق وتحركات الأسواق المحلية والعالمية، بدي أدعيكم لتتابعونا بنشرة أخبار الساعة 8 إلا 8 تماما. أما هلأ فمنعود لمتابعة بيروت اليوم. شيء تقني اليوم معذور أكيد. شكرا شكرا. أصدر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني جملة قرارات عينة بموجبها عددا من المفتين في مختلف المناطق اللبنانية. وفي السراي الحكومي عقد اجتماع لرؤساء الحكومات السابقين مع رئيس نجيب ميقاتي لإيجاد حلول لقضية انتخاب المجلس الشرعي. وبعد الاجتماع أشار ميقاتي إلى التوصل لاتفاقات سيبلغها بنفسه للمفتي مساء اليوم. كانت خلافات السياسية يمكن والتباين بالآراء بيننا كرؤساء وزراء ورئيس وزارة ورؤساء الوزارة السابقين، ولكن بحب أكد أنه جو الاجتماع كان جو كتير كتير جيد، وكل الخلافات هي موجودة خارج كانت القاعة، لأنه الأهم هو وحدة الطائفة، والآراءنا كانت كلها مجتمعة. اتفقنا وقررنا، وكلفت من قبل المجتمعين، وبناء أنا طلبت أني أقوم بزيارة لصاحب السماحة اليوم المساء
لحتى اطلعوا على نتيجة شو النتيجة دولة الرئيس؟ من الطبيعي انه لا نعلن، اتفقنا على عدم الاعلان عن القرارات اللي اتخذت الا بعد اطلاع صاحب السمح. أقدم 3 مسلحين يستقلون سيارة جيب مساء الأحد على ملاحقة سيارة من نوع X5 يقودها الدكتور مصطفى السكرية على طريق البقاع الشمالي، وعند مدخل بلدة شعث اعترضه المسلحون وحاولوا اختطافه، ما استدعى تركه سيارته في الطريق محاولا الهرب، فأطلق عليه المسلحون النار ما أدى إلى إصابته في ظهره بجروح خطرة، فنقل إلى مستشفى دار الحكمة في بعلبك. أعلن الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية استمرارهم في الإضراب حتى إقرار الحكومة لملف تفرغهم. فإن الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية وقد دخل إضرابهم يومه الرابع يعلنون الاستمرار في الإضراب العام والمفتوح، الإضراب العام والمفتوح الذي أعلن منذ تاريخ 3/1/2013. إننا لن ندخل قاعات التعليم إلا بعد تفرغنا، لا تعليم إلا بعد إقرار ملف التفرغ في جلسة مجلس الوزراء القادمة. لسنا طلاب إضرابات بل طلاب تعليم وبحث، لن نفرط بحق طلابنا وجامعتنا ووطننا. عقد تجمع العائلات الأرثوذكسية لقاء تأسيسيا في فندق لو جابرييل في الأشرفية، دعت في ختامه إلى العمل على إعادة وجه الروم الأرثوذكس المؤسس لبيروت في إطار المصلحة الوطنية العليا، مع تحمل المسؤوليات والواجبات التي تفرضها المشاركة السياسية والاجتماعية في المجتمع، إضافة إلى العمل على تثبيت أبناء العائلات الأرثوذكسية في بيروت ومساعدتهم في الحفاظ على ممتلكاتهم. بعد إعلان إحباط تفجير كنيسة في رفح. أهلا بكم من جديد، تذكير بالعناوين. العاصفة المستمرة تحول الطرقات إلى مستنقعات، والمواطنون يحتجزون داخل سياراتهم، والمدارس تقفل في اليومين المقبلين. اللجنة الرباعية تؤكد بعد اجتماع مسائي في بكركي الاتفاق المبدئي على قانون اللقاء الأرثوذكسي والرفض التام لقانون الستين. الردود على خطاب الأسد تتواصل، وواشنطن تعتبر مبادرته للحل منفصلة عن الواقع وتجدد الدعوة إلى تنحيه. البابا يحذر من أنه لا يكون هناك منتصرون إذا استمر النزاع في سوريا، ومرسي يؤيد محاكمة الأسد أمام المحكمة الجنائية الدولية. كلينتون تستأنف نشاطها بعد شهر على غيابها بسبب الوعكة الصحية التي ألمت بها. بدء محاكمة 5 من المتهمين 6 باغتصاب الطالبة الهندية في نيودلهي. إلى صفحة رياضية مع الزميل جورج سويدي. مرحبا جورج. هاي مجد. هاي جيسيكا. شو ابرز الاخبار الرياضيه اليوم؟ ابرز بعد الويكند صح، اهم شيء الفوتبول الاوروبي، عوده البطولات بعد العطله، عندنا اخبار دكار، تنس ان بي اي، واهم شيء عندنا بطوله لبنان بالسباحه بشوارع بيروت اللي عم بتصير اليوم. ايه طبعا، هيدي اهم حدث رياضي عندنا اليوم كمان. البداية إذن مع كرة القدم الأوروبية ومع الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي أو الـ FA Cup، نادي أرسنال انتقل لليبرتي ستاديوم لمواجهة نادي سوانسي اللي كان فاز عليه بالدوري الإنجليزي 2-0 من حوالي 3 أسابيع. سوانسي بدأ المباراة بقوة وكان بطريقه لتحقيق فوز ثاني على التوالي على الجانرز بعد هدف للإسباني ميشو، لكن الفريق اللندني بيعود ليعادل بالدقيقة 81 عبر المهاجم الألماني الدولي لوكاس بودولسكي، وبعدها بدقيقتين بيعطي كيرن جيبس التقدم لأرسنال بالدقيقة 83-2-1. الكل اعتقد انه فريق ارسنال باتجاه الفوز بهالمباراة، لكن داني بعادل لسوانسي بالدقيقة 86، والمباراة رح تعاد بهالدور الثالث حسب نظام الـ FA Cup على ارض فريق ارسنال. اشارة انه فريق ليفربول تأهل للدور الرابع بعد ما فاز على مانسفيلد تاون من الدرجة الرابعة 2-1 فقط.
منتابع مع الفوتبول الإنجليزي ومنوصل لأبرز نتائج البطولات الأوروبية اللي تسجلت بها الويك أند، والبداية مع الدوري الإسباني لليغا والمرحلة 18 اللي صارت أبرز مباريات امبارح المساء مع تعادل مخيب لأتلتيكو مدريد مع مايوركا 1-1. برشلونة فاز 4-0 بديربي المدينة على إسبانيول، هدف لميسي كان عم بسجله ليرفع رصيده ل 27 إصابة. ريال مدريد فاز بصعوبة 4-3 على ريال سوسيداد بمباراة طرد فيها الحارس الأساسي لفريق الريال الحارس أدان، وكان بديله إيكر كاسياس. سيلتا فيغو فاز 3-1 على ريال فالادوليد. بترتيب البطولة الإسبانية بعد هالمرحلة برشلونة ابتعد ب 11 نقطة كاملة عن أتلتيكو، الريال قلص الفارق مع منافسه أتلتيكو لخمس نقاط وأكيد بعده بعيد ب 16 نقطة عن برشلونة. منتابع مع الدوري الإيطالي وأيضا منافسات المرحلة 19 صارت بالويك أند، أبرزها امبارح المساء نابولي فاز 4-1 على إس روما مع 3 أهداف لأدينسون كافاني. سامدوريا فاجأ يوفنتوس وفاز عليه على أرضه 2-1. ميلان تغلب على سيينا، وإودينيزي فاجأ الإنتر وفاز عليه 3-0. بالترتيب لاتزيو عم بيقلص الفارق مع اليوفنتوس بعد ما فاز نهار السبت لخمس نقاط، نابولي ثالث، فيورنتينا رابع، والإنتر المركز الخامس. نوصل للرياضة الميكانيكية مع المرحلة الثانية لسباق داكار اللي عم بصير أكيد بالسنوات الأخيرة بأمريكا الجنوبية، والمرحلة الثانية صارت بصحراء البيرو وتحديدا ببيسكو لمسافة 242 كيلومتر، وأحرز فيها الفرنسي ستيفان بيترانس العالميني المركز الأول، وكان الإسباني كارلوس ساينز بطل العام 2010 أحرز المركز الأول المرحلة الأولى على متن الفولكسفاجن، لكنه اكتفى امبارح بالمركز 11 بفارق 18 دقيقة عن بيترانسل إذا قطع المسافة بساعتين 35 دقيقة و38 ثانية. وتقدم بيترانسل الفائز بسباق داكار 4 مرات بالسيارات وست مرات بالدراجات النارية على الجنوب إفريقي جينيل دوفيليه والفرنسي رونان شابو. أما زميل ساينز القطري ناصر العطية بطل 2011 فحل بالمركز السادس بالترتيب بهالمرحلة الثانية. نوصل للتنس ودورة كانت عم تصير بالهند تحديدا دورة تشيناي، وأحرز لقبها اللاعب الصربي يانكو تيب ساريفيتش المصنف الثاني بعد ما تغلب بالفينال على الإسباني روبرتو باوتيستا 3-6 6-1 و6-3 بهالبطولة اللي وصلت قيمة جوائزها ل 385 ألف دولار. اللقب هو الأول لتيب ساريفيتش 22 سنة بالدورة الهندية والرابع من مسيرته الاحترافية، وكان خسر نهائي الموسم الماضي مع الكندي ميلوس راونيك. وبدأ تيب ساريفيتش المباراة بطريقة سيئة، خسر المجموعة الأولى 3-6 لكنه عاد وفاز بالمجموعتين الثانية والثالثة ليفوز بالمباراة بساعة و40 دقيقة ويحصل على الجائزة المالية لصاحب المركز الأول وهي 69,500 دولار، كما حصل على 250 نقطة بالترتيب العالمي للاعبين المحترفين. نختم أخبارنا مع الـ NBA، مباراة حماسية جرت مساء امبارح بالستيبل سنتر بي ال اي، استقبل فيها الـ ليكرز منافسه دنفر ناجتس بحضور 19,000 متفرج، وقاد الموزع تايرون لوسن فريق دنفر للفوز العشرين هالموسم مقابل 16 خسارة والخامس بآخر 7 مباريات بتسجيل 21 نقطة و10 أسيست. وأضاف الإيطالي دانيلو غاليناري 20 نقطة من بين رمية ثلاثية قاتلة بالثواني الأخيرة أعطت الفوز لدنفر على الليكرز 112-105 لتكون الخسارة الثالثة على التوالي لكوبي براينت وزملائه. كوبي سجل بهالمباراة 29 نقطة، دوايت هوارد 14 نقطة، وراء مياسي 26 ريباوند كان عم بسجل لفريق ليكرز بهالمباراة هيدي، ناش 10 نقاط و13 متابعة. بأبرز بقى النتائج المسجلة امبارح المساء انتصارات لكل من أوكلاهوما، ميامي، تشارلوت وممفيس. هيدي كانت أبرز أخبارنا. ماجد وجيسيكا شكرا جزيلا. قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن الجيش المصري أحبط محاولة تفجير كنيسة في رفح في سيناء في ليلة عيد الميلاد، وضبطت 3 دوريات للجيش سيارة مليئة بالأسلحة والمتفجرات قرب الكنيسة في الوقت الذي كان فيه أقباط مصر يحتفلون بالساعات الأولى للعيد. تعديل وزاري في مصر يشمل 10 وزارات، التفاصيل في تقرير لهشام مهران. الداخلية والمالية وشؤون البرلمان أبرز الوزارات التي طالها تعديل وزاري شمل 10 وزارات في رابع حكومة مصرية في غضون عامين فقط،
إقصاء وزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين رغم تحسن أداء الشرطة في عهده أرجعه التيار المدني إلى رفضه قمع مظاهرات قصر الرئاسة. أعتقد أنه دفع ثمنا لمحاولة التصرف كوزير داخلية لمصر وليس كوزير داخلية يعمل لدى جماعة الإخوان. العملية ليست متصلة بأسباب شخصية لأن هذا لم يعلن عنه فلا يمكن التخمين. كذلك اعتبرت القوى المدنية أن تغيير وزير المالية جاء لتمرير مشروع جماعة الإخوان المسلمين إصدار صكوك إسلامية مقابل الأصول المملوكة للدولة، الأمر الذي رفضه الأزهر وعدله وزير المالية السابق بحيث يقتصر على حق الانتفاع فقط بتلك الأصول. هم أرادوا السيطرة على هذه الوزارات حتى يعني يقومون بالتفاوض ولا تتسرب أنباء التفاوض خارجهم في محاولة للإبقاء على الأسرار داخل الجماعة ولا تخرج خارج الجماعة. كان لابد من تغيير الدماء في وزارة المالية مع الاعتراف بكفاءة الدكتور السعيد، ولكن بيبقى في ضروريات في بعض الأحيان عشان تاخد دفعة أو تغير اتجاه. بالمقابل يؤكد التيار الإسلامي أن الحكومة المعدلة مؤقتة لعدة شهور فقط وسيتم تغييرها مرة أخرى بعد انتخاب مجلس النواب القادم. الوزارة الحقيقية فهي الوزارة التي ستنشأ بعد الانتخابات، لأن حزب الأغلبية هو الذي سيشكل الوزارة القادمة، ولن نعطي أي انتباه لما يقال عن أخوانة الدولة أو أسلمة الدولة. وفق محللين سياسيين فإن التعديل الوزاري الذي طال نحو ثلث الحكومة المصرية لن يحقق اختراقا حقيقيا للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها مصر، وأن الخطوة الأولى لذلك يجب أن تبدأ بتحقيق المصالحة السياسية بين النظام الحاكم والمعارضة. هشام مهران، MTV، من أمام مقر مجلس الوزراء المصري. في الكويت استخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضد مئات المعارضين الذين تظاهروا الأحد مطالبين بحل مجلس الأمة الجديد، وقد اعتقلت الشرطة الكثير من المحتجين وطردتهم في أحد الأحياء السكنية جنوب العاصمة. أيدت محكمة التمييز البحرينية أحكام السجن الصادرة بحق 13 قياديا في المعارضة، بينهم 7 محكومون بالسجن المؤبد على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة في العام 2011. وكانت محكمة الاستئناف البحرينية أيدت أحكام السجن التي تصل إلى المؤبد بحق المعارضين وغالبيتهم من الشيعة. بعد الإعلان، كلينتون تستأنف نشاطها. في إسرائيل فشل قادة 3 أحزاب وسطية ويسارية في التوصل إلى اتفاق لتشكيل جبهة موحدة في مواجهة رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو، الذي يعتبر الأوفر حظا للفوز في استطلاعات الرأي في الانتخابات التشريعية في 22 من كانون الثاني. وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى احتمال حصول لائحة ليكود إسرائيل بيتنا على 34 إلى 36 مقعدا، ما يشكل تراجعا مقارنة ب 42 مقعدا يشغلها الحزبان منفصلين في البرلمان المنتهية ولايته. أعلنت الخارجية الأمريكية أن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون التي خرجت من المستشفى الأسبوع الماضي سوف تستأنف نشاطها العادي اليوم الاثنين، وسوف تستهله بسلسلة اجتماعات تعقدها مع مساعديها. يتجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتعيين تشاك هاجل وزيرا جديدا للدفاع، لكن الجمهوريين عبروا عن معارضتهم لهذا القرار ولوحوا بمعركة حامية من أجل إقرار تعيينه. ورغم أن هاجل ينتمي إلى الحزب الجمهوري، إلا أن أبرز قيادات الحزب تأخذ عليه عدم إبداء دعم ثابت لإسرائيل والاعتراض على العقوبات المفروضة على طهران، ما ينذر بمعركة من أجل تثبيت تعيينه. أدى قصف صاروخي الأحد من طائرات أمريكية من دون طيار على مخابئ لطالبان في شمال غرب باكستان على مقربة من الحدود الأفغانية إلى مقتل 12 مقاتلا على الأقل بحسب ما أعلن مسؤولون أمنيون. يمثل 5 من المتهمين 6 باغتصاب الطالبة الهندية في نيودلهي اليوم الاثنين للمرة الأولى أمام القضاء، بعد أن أعلنت الشرطة أنها تملك الدليل الشرعي على ضلوعهم بهذه الجريمة. ويتهم أيضا الرجال 5 الذين سيحكم عليهم بالإعدام في حال ثبتت التهم الموجهة إليهم بالخطف والسرقة والتواطؤ في الهجوم على حافلة بتاريخ 16 من كانون الأول الماضي. إلى صفحة متفرقات سريعة. ب
بمقابلة تلفزيونية رح يتم عرضها بوقت لاحق، حكى الأمير تشارلز بكل قلب مفتوح عن المسؤولية الكبيرة يلي عم بحس فيها، خصوصا وأنه ابنه الأمير ويليام وزوجته كيت عم بينتظروا أول مولود لإلهم وهو رح يصير جد قريبا. الأمير تشارلز حكى كمان عن مخيفه والقلق يلي عم بحس فيه تجاه ابنه الثاني هاري يلي عم بيخدم حاليا بأفغانستان، وعم بيشعر تماما مع عائلات كل الجنود يلي أولادها بعاد عنا. السلطات الفنزويلية عم بتنفذ عمليات بحث واسعة كتير لمحاولة إيجاد الطائرة يلي اختفت وكانت منطلقة باتجاه كاراكاس. الطائرة موجودة عليها كان فيتوريو ميسوني وهو نجل مصمم الأزياء الشهير أوتافيو ميسوني وزوجته، وهن أصبحوا اليوم بعداد المفقودين. يذكر أنه دار ميسوني للأزياء يلي أسسها أوتافيو ميسوني سنة 1953 بيدير اليوم أولاده الثلاثة ومن بينهم فيتوريو وهو المسؤول التجاري عن هالماركة الإيطالية. الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو يلي التقى يوم أمس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووصل إلى مطار سارانسك وتابعها بجواز سفره الروسي أمام الصحفيين. استقبال مميز كان ناطر هالممثل الشهير من قبل فتيات لابسين الزي التقليدي. عدد كبير من الناس اتهموا جيرار بالخيانة الوطنية، لكن يبدو أنه هو مرتاح كتير مع نفسه، خصوصا وأنه ما رح يضطر يخضع بفرنسا لسياسة الضرائب الجديدة المفروضة على الأغنياء. قدرت السلطات الأسترالية وعمال الإنقاذ أنهم يسيطروا على ذكر كانجورو عمره 3 سنين كان موجود بمرآب للسيارات بمطار ملبورن. الكانجورو تم تخديره ورح يتم إخضاعه للفحوصات اللازمة قبل إطلاقه إلى البرية. النشرة انتهت مشاهدين الكرام، تابعونا عبر MTV لبنان على موقع تويتر، MTV لبنان على موقع فيسبوك، وعبر mtv.com.lb. القسم الثاني حواري الجهة زميل أنطوان سعد مع عميد العلاقات الخارجية في الحزب السوري القومي الاجتماعي الأستاذ حسان صقر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء.